أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن مع الأستاذ خالد إلى فقرة بريد الحظ في محافظة أبين، ومعنا الشباب. نتعرف عليكم. علي سعيد محمد علي. هبلي الاسم الأول. علي سعيد. علي سعيد. ناصر يوسف. ناصر يوسف. دابي صالح دابي. من؟ ريشة بتسالم. ريشة. حياك الله ريشة. المعرفة. الشهرة. إذن هؤلاء المشتركين اللي معانا اليوم، وننتقل للأستاذ خالد نوضح لعبة الحظ. أخي رائد، لعبة الحظ مرحلتين، المرحلة الأولى تصفيات. أنتم ثلاثة أشخاص صح؟ ثلاثة ظروف. الثلاثة ظروف ثلاثة كروت، منهم اثنين أحمر واوت برا البلاد، واحد نقول لك المرحلة بريد الحظ. جاهزين؟ جاهزين. مالك؟ اتفرج على حلاوتك. يا حلاوتك يا حلاوتك. طيب طيب، جاهزين؟ كل واحد يختار له ظرف ونقول بسم الله. لحظة لحظة، افتح لا افتح لا افتح لا تفتح، خلي عندك، لا تفتح لا تفتح لا تفتح. أستاذ رائد، يلا اختر لك ظرف. نبدأ بالظرف الأول. تفضل. يلا نشوف الظرف الأول ايش بيكون معانا. ايش تتوقع يكون؟ أصفر. أحمر ولا أخضر؟ أحمر. أحمر ولا أزرق؟ أزرق. أزرق. باي 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 باي. خلي 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 خلي. طبعا معانا الأخ عفوا علي سعيد. علي سعيد طلع لك ظرف كرت أحمر، لكن ما يروحش، لكن ما حد معانا خسران طبعا، وربحت مبلغ مالي. هذه جائزة ترضية. ترضية لك. معلش يا علي. أيوة. معلش، كيف الجو عندكم طالع؟ طيب باقي معانا ناصر، معانا ريشة، نشوف من منهم. يلا على طول نشوف ناصر. ايش وقعوا؟ بس تمام. شو سالك كيف حظه دائما؟ كيف حظه انت؟ انا حظي حلو واصل. حظه واصل. واصل حظي حلو. حظك اليوم من الصباح؟ ان شاء الله. انت صبحت اليوم على وقت خالد. بس صوتك قالوا حلو صوتك، تسمعوا صوته؟ ايوه 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 ايوه. سمعهم صوتك. بس عذبتني من الصبح، بغني عليك طبعا. لا غني علي يلا. بعيد عنك حياتي عذاب، بتوحشني بعيد عنك. جاوبني الشوق شوق تدلعني يا عيني تدلعني يا عيني. عفوا طبعا خلاص. ايش رايكم بصوته؟ ايش رايكم بصوته؟ انا على الصوت هذا اعطي له. ايش؟ لحظة لحظة لحظة. يعني احمر كل احمر 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 كل احمر احمر. اسف ما يصلح. باقي 5000 ترضية، لكن برضه انت مش خسران معانا وكاسب مبلغ مالي. طبعا ريشة هو المتسابق الاخير اللي بقى معانا، واكيد حظه يا سلام في الكرت الاخير. ريشة تحيه لنا. ريشة ريشة ريشة. ريشة قل لي كيف حظك؟ او يمي حظي حلو، وانا يمي على نياتي ما شككت الا على توي، وحصلت حصلت كل واحد هو رزقه، اللي حصل احمر احمر واللي حصل اخضر اخضر، هذا رزقي يمي مكتوب لي. يا سلام. اوكي طيب خالد خليك مع ريشة الان، اعطينا. طيب اعزائي المشاهدين، الان ننتقل للمرحله الاخيره مع الاخ ريشة اللي له جمهور عريض هنا. جمهور عريض. ريشة تابعونا. مستمرين معكم اعزائي المشاهدين مع ريشة بالسالم. ريشة كما ذكر لك اخي رائد، أيوة. 5 صناديق تفتح فقط من 36 صندوق. طيب واصل. ممكن في حظك ولا على حظك يطلع لك لصالحك او لضدك، وفي عقوبات وفي انسحاب وانت حر. خليه يختار. يلا اوكي نبدا الان مع اول رقم واول صندوق اختاره ريشة. صندوق رقم 4. 4. صندوق رقم 4. أربعة. دعو ريشة بسالم. دعو. ايش تتوقع حظك؟ انه ان شاء الله خير فيه. مبلغ مالي 4. 4. متأكد؟ متأكد. شي تغير رقم؟ لا 4. خليك انت اللي يت... انا ما غير ما غير خلاص. انا حظي. قول بسم الله. قول بسم الله. بسم الله. اي ديسمبر هو ده. من بداية الانسحاب. طيب الانسحاب. طيب مواصل؟ فيه ما رجع. لا رجع. تواصل؟ نواصل.
ريشة لا راي لا رجعة هتطلع فيشة لا رجعة لا رجعة أفتح أفتح لا رجعة لا رجعة ما تغيرش ما غير يلا واحد اثنين ثلاثة ما شاء الله بيضة 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 حلاوة حلاوة الحازم عد يا ريشة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 في عين الحاسد الله ما الحسد أخيراً الآن فتح صندوق فتح صندوق 15000 نعم تستمر ولا نقسم الخمسة بين الثلاثة خمسة لا نروح تنسحب لا لا بنستمر بنستمر نظلم نستمر شوف أنت حظك تشتي تستحب ولا انسحب طيب 15000 نعمة ايوه احتمال يجي لك كرت يقول لك جيب الفلوس احتمال واحتمال تكون ازيد واحتمال ازيد استمر 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 تحية لبن استمر استمر يلا الصندوق الثاني رقم كم؟ اثنين معك سند كثيرة رقم اثنين خلاص هو بيقول رقم كم؟ اثنين رقم؟ رقم اثنين ما تنسحب؟ ما بنسحب لا متأكد؟ متأكد متأكد؟ شيل لها الخمسة معك 36 صندوق لا لا ما شيل رقم اثنين كل ما كبر السوم كبر الخراب كل ما كبر السوم كبر الخراب كل ما كبر ايش والله انا ايش استحيت اوه قل لي يا ريشة ها انسحب يا اخي لا تخليت في الزحنة والله ما انسحب جيبك ماذا اللي فوق والله ما انسحب ما تنسحب ابدا لو كان ما كان لو كان ما كان معك كارت معك كارت يعلم الله اشو استمر لا استمر لا رجعة لا رجعة لا رجعة 15 عام من الله 15 حلو 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 مبروك عليك تم مضاعفة جائزتك معك 15 والآن كم 15 30 هاتوني 15000 تحية الريشة ريشة 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 الطلعة مالكة يا ريشة يا ريشة لا تختر لا تختر ايه خلاص محظة علينا وقير يا ريشة لا تختر ابدا متأكد لا يضروك الجمهور ويتهدوه لا الان معك 30000 تنسحب انسحب الطمع مالك يا هلبيس لا 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 انسحب انسحب لا انسحب لا لا الطمع مالك يا جو شباب انسحب 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 معركة مش لصالحي يا أحسن خالد انسحب انسحب نهائي تحية لريشة انسحب طيب اسمع اسمع يعني ريشة ما شاء الله له جمهور كبير ايوه وحرام انه ريشة بحكم انه ينسحب مننا حرام يخرج كذا لازم نشوف منه حاجه تغير مود طيب نسمع منه حاجه صناديق. باقي حاجه كان باقي لك ثلاثه صناديق صح ايوه نشوف هو كان اتخذ القرار الصح في الانسحاب او لا ايوه ايش كنت بتختار الثلاثه صناديق بختار 11 نشوف لا 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 مش محسوبة مش محسوبة مش محسوبة مش محسوبة أنا قد انسحبت مش بندق البيت نهاية مش نشوف رقم 11 ايش كان بيطلع له 15 ايه بقى ايش بحصل للاستمرار رجع نص ما حصلت عليه نصف اشوفها الله أخبر عليكم خلاص رقم كم هذا؟ 11 26 يعني كان معك الآن 15 15 تبغى افتح صندوق 26 26 أين 26؟ أها رجع الباقي هاي
اللي بتعور باقي كيف هاجي فايدة شوفوا كيف شوفهم مداعيلي انا اقول لكم مداعيلي الله يبارك وين تبوا باقي لك الصندوق الاخير 20 اين 20 20 20 كف كف شكلك كف للاستمرار رجع نص ما حصلت عليه للصندوق ايوه بروح خلي حلو 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 حظي مليح خلاص انا قلت لك استاذ خالد طمع مهلكه طمع مهلكه خلاص كفيني انا اشكر القناعه ايوه قناعه مقتنع استاذ رائد قال ايش تسمع منك حاجه على طول حبيبي على طول طبعا نشكر قناه يمن شباب على زيارتهم محافظه ابين واهلا وسهلا بهم العين وفوق الراس او ريشه او راس يا فلفل اي معش او يمي وين يا بتسالم عما من الصبح ولا نشوفش ولا حاجه وين صرحتي او اسكتي ساكته ما انا ايش عيني اتصل بي عبد الله بحري صديقي وصديق عمري وقال لي تعالي يا بتسالم وين ليش العمى يعميش خير اي معك يا عبد الله قال يمي تعالي بنطلعش في التلفزيون في قناه يمن شباب يا بتسالم بتشوف الاستاذ خالد هذاك شعيد يمثل مع اصحاب الصومال وتعالي بتشوفي بنعانا ليش خبر او يمي وانا شعيني طلع سيكلي وعلى طول او يا ساتر وبعدين هاتي قلت للمعذب وانا معاه مساقب قاعد في سنتر حقا وروحت لي 30,000 للحمد والشكر وانا ريشه بتسالم باقي الصوتين باقي الصوتين ومعنا الاخرين او ريشه او راشه فلفل اي معش او يمي وين جيتي انت قش ربي شعيني من الصبح دور لش او موجودة في السنترال حق عارن كان بيت الغين في السنترال وين بهب ومعانا الاستاذ خالد موجود واصحاب قناة يمن شباب كلهم متواجدين او يا ساتر والاستاذ رايد يمي هوذي قال لي تعالي بصور شاب تسالم شعيني غني سبيت ما تعرف عليش جيت من اقصى البلاد مشان نشوفش بعيني بس يا ريشة قلت لي يا ابوي حي وسهلا يا استاذ رايد على عيني فوق راسي وانا ريشة بتسالم بكذا بكذا نكون وصلنا الى نهاية فقرتنا وهي بريد الحظ وكانت من حظ الجميل جميل ابين نعم. اللي هو ريشة ريشة بتسالم لازم معنا شكرا لريشة بقول لك الف مبروك ونسمع احلى تحية لريشة وننتقل